السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، تتمنى تكونوا بألف ألف خير. معكم مريم شيوات برشلونة. اليوم بغيت ندير لكم واحد الخبز ديال الدار، خبيزات صغار بالسميدة، كيجيو غزالين مفشفشين بزاف. تقدموهم الضياف ديالكم. المقادير عندي هنايا زلافة ديال السميدة كبيرة، عندي جوج سلايف ديال الفورس وشوية ديال الملحة، عندي هنايا جوج المعالق كبار ديال الزبدة، جوج معالق ديال نيدو، وعندي هنايا جوج معالق صغار ديال حبة حلاوة، وعندي هنايا معلقة كبيرة ديال السنيدة على حسب الاختيار اللي بغى يديرها. وهادشي على التزيين. عندي هنايا إيلان، عندي هنايا مجموعة ديال زرارة، عندي الزريعة البيضاء العادية، الزريعة الكحلة، عندي إيلان، عندي زنجلان البيض، زنجلان العادي، عندي البافو. المهم اللي موفر عندكم في الدار، ماشي بالضروري انكم غديروا هادشي اللي عندي. وهنايا عندي الزنجلان. شوية بشوية تتعجل لي عاد نزيد السرعة. تقدروا تعجنوا عادي، ما تحتاجوش العجانة، المهم اللي عنده يعجن بيها. المهم تخليها 10 دقائق من بعد نطلقها. هذه العجين ديالي بعد ما دلكات مزيان غادي نخليها ترتاح شوية. المهم دهنتها بشوية ديال الزيت، غادي نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها ومن بعد نطلقها. البنات كما تشوفوا العجين ديالنا وجدات نفخات. دابا غادي نحيدوها من البول وغادي نحيدو ليها الهواء ديالها. تشوفوا انا عجنت بزاف باش كنحتفظ فيه بالمجمد. دابا كنقطعوه كويرات متساويه وكنديروا خبيزات صغار. من بعد كندهنوا ليه الوجه ديالو بالحليب باش كيلصقوا لنا هاد الزرارع هادو من الفوق، ومن بعد كنديروا ليه السميده. من بعد غادي ندوزو في السميده. هادو الخبيزات ديالي من بعد ما فنتهم في السميده، هادي درتها ببافو، وهادي درتها بإيلان، وهادي بزنجلان، وهادي درت فيهم بجوج مخلطين زريعه البيضاء وزريعه الكحلة، وبخلط فيها كلشي بافو إيلان، خلطت فيها كلشي. دابا غادي نخليهم يخمروا ومن بعد نتلاقاو. البنات الخبيزات ديالي راهم خمروا، غادي ندير لهم علامه زائد بحال هكا وغادي ندخلهم الفران يتحمروا. البنات هادو الخبيزات من بعد وجدوا
خرجت من الفران. صراحة كيجي ولدات بزاف وغزالين ورطبين وهشاش، واهم حاجة النوم ديال الدار. درت هادو بحال باريزيان صغار، صراحة ما دوزتهمش في الفيديو حيت ما عنديش كيفاش نشد الكام. كنوعدكم ان شاء الله مرة اخرى ونعاودهم. كنتمنوا تابوناو في لاشين ديالي وتعملوا لي جيم، ولا عندكم شي تعليق مرحبا، وتكيسوا عليا وهرة مبتدئة. وإلى اللقاء بعد فيديو آخر إن شاء الله.